ما هو المقدار الذي يجب إخراجه لزكاة الذهب؟ وهل ذهب الزينة عليه زكاة؟ وكم نصابه بالغرام؟ جزاكم الله خير. نعم، إذا بلغ الذهب نصابا فأكثر وجبت فيه الزكاة وهي ربع العشر، والنصاب بالغرام 92 غراما، 92 غراما، هذا هو بالغرام. أما بالمثاقيل فنصاب الذهب 20 مثقالا، والمقدار الواجب فيه نصف المقدار الواجب فيه ربع العشر، ربع العشر. والزكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية هذا فيه خلاف بين العلماء، جمهور أهل العلم أنه لا زكاة فيه نظرا لأنه ليس من الأموال النامية، وإنما هو مال أعد للاستعمال مثل اللباس والمسكن والمركب، هذه لا زكاة فيها لأنها ليست للنماء وإنما هي للاستعمال. وكذلك الذهب الذي تلبسه النساء والفضة التي تلبسها النساء ليس فيها زكاة عند جمهور أهل العلم لأنها لم تعد للنماء، هذا هو الذي عليه الجمهور من أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى إيجاب الزكاة في الحلي مطلقة وإن كان معدا للاستعمال، أخذا بالعمومات التي توجب الزكاة في الذهب والفضة، ولورود أدلة الحلي خاصة توجب الزكاة فيه، ولكن هذا القول لم يكن عليه إلا قلة من العلماء، القول الأول عليه الأكثر. ولكن من باب الاحتياط والخروج من الخلاف، إذا زكت المرأة حليها كان ذلك أحسن وأبرأ لذمتها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.